السلام عليكم خاوتنا. في هذا الديلي 340 هذا راه هناك استيراج وفيه دخان كحل قوي. كي درنا له سكانير تلاقينا لي زانجيكتور يطلعوا المازوت اكثر من اللازم. ديناهم عند البومبيس قالنا زوج خاسرين وزوج ملاح. خدمنا لي زانجيكتور وبلاصيناهم وتوجر بقى فيه دخان كحل وفيبراسيون. كما تشوفوا كي حلينا تلاقينا جوانتيلاس محروق ما بين الشومبره والشومبره. بصح قبل ما ينحرق له هذا ديجا كان عالمه وكان يدخل له وكان ناقص استيراج. تسمى كي يكون عندك خويا انجيكتور ضايع غير خدمه مادا بيك لاخاطش عندك شي يسرى. كما تشوفوا الشيميز راهي مشوفيا بالك راهي واضحه في الفيديو راهي مشوفيا. ها نزيد نبين لكم غايه. تسمى كي يكون عندك دخانك حل ولا يكون ناقص استيراج سواء ما كان من انجيكتور ولا سواء كان من جوانت كلاس يكون محروق ما بين شومبره وشومبره كيما هذا لازم عليك تخدمه لاخاطش غادي ما تخدمش باينه غادي صوالح غادي يضيعوا لك كيما هذا ضاع له ضاعوا له لي شيميز وقادر لا قدر الله كيكون عندك انجيكتور ضايع قادر يقومي بيستون. ماذا بيكم خدموا هذا البروبليم خفاف لاخاطش عليه لا بياس راهي قليله ما راهيش تدخل وحاجه اللي رانا نحوسوا عليها في لا بياس ماش نوقو هادو السيلندري وهادو لي بياس كاع. تما مادام الدعوه مزيره استحافظوا على الوطاكم والسلام عليكم.